النهارده هنتكلم عن حاجة مختلفة ولكن تهم كل الناس، بصفة ان كل بيت فيه طالب او طالبة في سن الدراسة، وانا بصفتي مدرس فانا بوضح لحضراتكم النهارده ايه اللي هيتم في الترم الاول والترم الثاني، وازاي الامتحانات اتلغت نهائيا من الترم الثاني، والملخص الكامل لكل قرارات الوزير اللي قالها النهارده. بس قبل ما نبدأ الحلقة، فضلا وليس امرا، يا ريت لو لايك على الفيديو، ولو حضرتك مش مشترك في القناة نورني بوجودك معانا. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة مع منعم. الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم بس عن كام حاجة بسيطة كده من قرارات الوزير، هنلخص القرارات كده بصورة كويسة، وكمان هنوضح ازاي ما بقاش فيه امتحانات في الترم الثاني لبعض المراحل، والمراحل اللي تم دمج الترمين عندها في ترم واحد وهيبقى امتحان واحد. نبدأ كده واحدة واحدة بمرحلة من اول رياض الاطفال لحد تالتة ابتدائي، دول من الاول اصلا ما كانش لهم امتحانات، والنجاح بتاعهم بيعتمد على تقييم المدرس داخل الفصل وخلاص على كده، والطبيعي خلال المرحلة دي ان هيتم التقييم طبعا، والطلبة هتنجح بدون اي امتحانات. اما بقى الطلبة من اول سنة رابعة ابتدائي لحد تانية اعدادي، هيبقى الامتحان بتاعهم عبارة عن امتحان شامل يوم واحد بس، يعني الطلبة هتتقسم في ايام، وهقول لحضراتكم الايام بتاعتهم دلوقتي، جدول الامتحان بتاعهم، وهيروح المدرسة وبالظبط كده عشان بس ما يبقاش فيه قلق من اي نوع، وهنتكلم وهنعلق على نقطة الصح والغلط دي بس بعد ما نقول الجدول وتاخد حضرتك المفيد. ان هيروح الطالب الصبح المدرسة وهيبقى يتقسم حصص، يعني مثلا الحصة الاولى امتحان اللغة العربية، الحصة التانية امتحان اللغة الانجليزية، وهكذا الرياضيات، العلوم، الدراسات، المواد الغير اساسية كلها الطالب مش هيمتحن فيها ومش هياخد فيها اي امتحانات. طيب والاسئلة هتبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن سؤالين في كل مادة، والسؤالين دول الطالب هيعدي بيهم عادي جدا، يعني مثلا حتى لو الرياضيات بالنسبة لاولى وتانية اعدادي دي متقسمة لجبر وهندسة برضو هيمتحن فيهم مجرد سؤالين، وبتبقى اسئلة خفيفة، يعني كده هقولها لكم كده بالبنط العريض، يعني حاجة بسيطة، يعني للطلبة اللي عايزة تنجح وخلاص هتنجح. لكن لو هنتكلم بقى على ان الطالب عايز فعلا يبرز المجهود اللي بذله خلال السنة، او عايز ياخد النتيجة على الحاجة اللي هو بذلها طول السنة، مش هتلاقيها السنة دي، لان في الغالب الطريقة اللي بيتم اجراء بيها الامتحان دي بيبقى مجرد طريقة صورية بس عشان يتم اعتماد نتيجة شاملة للترم الاول. بس نكمل كده، ان اولى وتانية ثانوي برضو هيبقى ليهم امتحانات، وامتحاناتهم من المدرسة، عشان اكتر سؤال بتسأله ان هنمتحن في البيت ولا في المدرسة، وللأسف السؤال معناه واضح عشان الطلبة تقدر تعمل اللي هي عايزاه في البيت، لكن الطلبة هتحل من المدرسة. وعن المواعيد بقى بتاعة الامتحانات، رابعة ابتدائي الجدول بتاعهم طبعا قلنا كل يوم واحد، هيبقى يوم 28/2، وبعدها تاني يوم على طول هتروح سنة خمسة ابتدائي وهتمتحن يوم 1 مارس او 1/3، وبرضه هيبقى كل يوم واحد، وسنة ستة برضه يوم واحد، هيبقى يوم 2/3، واولى اعدادي هيبقى يوم 3/3، وتانية اعدادي يوم 4/3. اما بالنسبة بقى لمرحلة اولى ثانوي هيبقى يوم 27/27، يعني قبل نهاية الاجازة بتاعت ابتدائي يوم 27، وهيبقى داخل المدرسة 27 فبراير، 27/2 اخر الشهر ده، وتانية ثانوي هيبقى يوم 28/2، يعني اخر يوم في الشهر. وبالنسبة بقى للمراحل اللي اتكلمنا عليها، من اول سنة رابعة ابتدائي لحد سنة تانية اعدادي، دول في الترم التاني مش هيبقى ليهم امتحان نهاية الترم، الترم التاني بالنسبة لهم هيبقى امتحانات شهرية، هيرجعوا يفعلوا الامتحانات الشهرية مرة تانية، وهيبقى الطالب عنده 3 امتحانات شهريا، ولو مش عايز يروح المدرسة ما يروحش، ولكن هيروح يوم الامتحان فقط الشهري اللي هو نهاية شهر مارس ونهاية شهر ابريل ونهاية شهر مايو، دول ال3 امتحانات اللي هيعتمد عليهم نتيجة الترم الثاني، والنتيجة اللي هيتم توثيقها والاعتماد النهائي عليها هي نتيجة الترم الاول اللي الطالب هيمتحن كل امتحاناته في يوم واحد عليها. ولكن ولي الامر يروح للمدرسة يمضي على اقرار ان الطالب مش هيروح المدرسة، لكن في كل الاحوال مش هيكون في غياب او حضور، يعني بالعربي كده اللي عايز يروح يروح واللي مش عايز يروح ما يروحش، هم سايبينها وحطوا الكرة في ملعب ولي الامر، عايز يودي ابنه يوديه، مش عايز خلاص، ولو حابب يروح يمضي اقرار على نفسه ان هو يجيبه يوم الامتحان بس
في نهاية كل شهر وخلاص على كده، لكن مش هيبقى فيه امتحان سنة مجمع أو اللي هي بنقول عليها امتحانات نهاية السنة. اما بقى بالنسبه للصف الثالث الاعدادي او الشهاده الاعداديه وثالثه ثانوي، ثالثه ثانوي كالعاده هتمتحن الترمين على بعض لان ده الطبيعي بتاعها، ولكن بقى امتحاناتها هتكون في شهر يوليو يعني في شهر 7 ان شاء الله. وثالثه اعدادي تم ضم الترمين على بعض، يعني الطلبه من دلوقتي تبدا توقف المراجعه اللي كانت بتراجعها وتبدا تذاكر في الترم الثاني، وهيتم ضم الترمين على بعض. والامتحان عشان الطلبه اللي خايفه وفاكره ان الترمين على بعض يعني الامتحان هيبقى دوبل او امتحانين كده في امتحان واحد، لا هو هو نفس كمية الاسئلة. يعني لو بيجي لك 14 سؤال مثلا او 10 اسئلة وليكن، ان العشر اسئلة دول هم نفس عدد الاسئلة ولكن هيتنوعوا بين الترمين، يعني ما فيهاش اي حاجة هتبقى غريبة. التكثيف هيبقى صعب قوي ان الطالب يذاكر كل منهج السنة كله على بعضه، ولكن ان شاء الله يعني تيجي الامتحانات سهلة. رغم اني بقولها كده يعني وعارف ان اللي انا بقوله صح، اللي بيحطوا الامتحانات منفصلين تماما عن الناس اللي بتسمع من الوزير، ولو هو اوصى بامتحانات ممكن تكون سهلة او حاجة بتيجي للطلبة غير اللي هو بيقول عليه خالص، لان الناس مش هو اللي بيحط الامتحان، يعني الناس التانية او المستشارين بتوع المادة هم اللي بيحطوا الامتحان، فبيحطوا الامتحان مطابق للمواصفات وبس، فعشان كده محدش بيقدر يحاسبهم على حاجة. لحد هنا اتمنى اكون وضحت لحضراتكم كل حاجة، وكل ما يكون في جديد خاص بالموضوع بتاع الدراسة عموما شكلها هيبقى عامل ازاي او ايه اللي هيتم فيها هطلع ان شاء الله واوضحه ليكم. كان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.